من دبي معي دكتور زهير خشيم استشاري العلاقات الأسرية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور زهير. يعني آخر نقطة هي لفتتني، موضوع سوء الأحوال النفسية هي أضرار اقتصادية، أضرارها بالدرجة الأولى، لماذا؟ شو السؤال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش السؤال؟ أهلا وسهلا. الأضرار عندما نتحدث عن حالة نفسية سيئة إذا كانت في العمل، وسنتطرق لموضوع العمل تحديدا كونه شعار هذا العام، لماذا تنعكس هذا ينعكس على الوضع الاقتصادي ونواجه أضرارا اقتصادية بسببها؟ الحالة النفسية، احنا بنتكلم هنا عن الحالة النفسية. الحالة النفسية هو ارتباط الحالة النفسية بجسم الإنسان، بيأثر على الهرمونات وبيأثر على الأنزيمات. فحالتي النفسية أنا مش لاقي عمل، فكيف حتكون الحالة النفسية؟ طبعا مش لاقي عمل يعني ما عنديش مرتب أصرف منه، فحالتي النفسية حتكون إيش؟ متدنية. إذا ارتباط حالتي النفسية بالجسم، فبتأثر على الجسم. أنا لما تكون حالتي النفسية تعبانة، حتى النظام الأميون سيستم، نظام بيقل عندي، فالحالة النفسية طبعا تؤثر. جميل. أنا قصدت يعني إذا ما تحدثنا عنها بالعكس، إنه الحالة النفسية تداعياتها يكون وضع اقتصادي. لا أعرف إذا يمكن ربط هذا الموضوع أيضا بموضوع في ناس بتعبر أو بتبيع عن قلقها النفسي أو بتجرب تنفس عن قلقها النفسي بموضوع بيؤثر اقتصاديا مثل الشوبينج وما إلى ذلك. اللي عنده مصاري طبعا بيروح، دائما الانسان اللي نقول عليه الوحيد وعنده مصاري بينزل يعمل شوبينج، بيشتري، بيشعر بالامان. لكن الانسان ما عنده حيعمل ايش؟ حيأثر على حالته النفسيه، خصوصا اذا كان محتاج. صحيح، اكثر على حياته النفسيه. الصحة النفسية بمكان العمل شعار هذا العام دكتور زهير. نتحدث بأنه بأجور متدنية، كل هذا يؤدي طبعا لوضع صحي، لوضع نفسي غير سليم، ونقاط كثيرة يعني الضغط وما إلى ذلك بتواجه الكثير منا بالعمل. كيف أفضل الطرق للتعامل مع هذا الموضوع لعدم الوصول يعني لمرحلة التعب النفسي هذا بقدر المستطاع؟ اتذكر كان مثلا الشركه تجي تقول يا جماعه احنا حالتنا الاقتصاديه او حاله الشغل تعبانه الان، يا اننا احنا حنسرح عماله او نخفض الرواتب، فايهما احسن؟ فالكل بيقول لك لا، نخفض الرواتب عشان احنا نجلس وزملائنا يجلسوا في العمل. فهذا التعاون، هنا التعاون مع بعض، تعاوننا. لكن في انسان مثلا ثاني صحته النفسيه غير سليمه، سايكوباثيك، فيقول لك لا، انا مالي شغل، محظوظ انك تنزل راتبي، فتضطر الشركه هنا مثلا، خلينا نقول انها صرحت كثير من العمال. فانسان ما عنده عمل، مهندس ما عندوش عمل، بيدور على عمل، كيف حتكون حالته النفسيه؟ صحيح. طيب الى اي درجه مرتبط موضوع الصحه النفسيه بالصحه الجسديه دكتور زهير، ويعني مكمله لبعضها البعض؟ هو زي ما قلت لك في البدايه، هو ارتباط الحاله النفسيه بالجسم، بتأثر على الأنزيمات وبتأثر على الهرمونات الجسم. إذا أخذنا فكرة المثال، سيدنا يعقوب لما جاءه خبر أنه ولده توفى، أو سيدنا يوسف اختفى فأصيب بالعمى، لما رجع بس مجرد أنه شم قميصه رجع فتح. فهنا عندنا إيش؟ ما يسمى بالعمى الهستيري أو الشلل الهستيري. حالته النفسية خلته يعتمي، وحالته النفسية برضو خلته يبصر. أنا أشكرك جزيلا دكتور زهير على هذه المشاركة معنا من دبي، استشاري العلاقات الأسرية.